مكالمة لجامعة حضرتك بوزير الخارجية الأمريكي، والذي جاءت ربما قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأيضا قبل انطلاق جولة مفاوضات جديدة لوقف الحرب في غزة. ما أبرز نقاط التباين والتوافق الموجودة في وجهات النظر ما بين مصر والولايات المتحدة، سواء حول السلوك الإسرائيلي التصعيدي في الفترة الأخيرة والطرح الأخير لصفقة لتبادل الأسرى أو وقف الحرب في غزة، وتداعيات الهجوم الأخير على الصراع في المنطقة؟ شكرا. هو بالتأكيد كان اتصال هاتفي مطول، تناولنا فيه العديد من القضايا والملفات، على رأسها بالتأكيد الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة والضفة الغربية، أيضا قضية التصعيد الإقليمي في المنطقة، العدوان في لبنان، أيضا ملفات أخرى خاصة السودان، وأيضا العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. بالتأكيد كان في العديد من عناصر التقارب في الموقفين، خاصة فيما يتعلق بقضية خفض التصعيد ومنع التصعيد في المنطقة. وإحنا من جانبنا كما تعلمين بندين أي أعمال من شأنها زيادة حدة التصعيد في المنطقة. تحدثنا أيضا وتلاقت رؤانا فيما يتعلق بأهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أهمية النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. تحدثنا أيضا وكان في اتفاق في الرؤى حول أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمات التي تمر بها في المنطقة، سواء في غزة أو في لبنان أو في المنطقة بشكل عام، وبالتالي لابد من الدفع في اتجاه التفاوض، في اتجاه الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في خفض حدة التصعيد في المنطقة. توافقت رؤانا أيضا حول أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ومنع الاعتداءات اليومية على العاصمة بيروت، وأيضا تحدثنا أيضا عن أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ للأمين للقرار 1701 في لبنان، بما في ذلك نشر قوات الجيش الوطني اللبناني في المنطقة من جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل. الجهود المصرية الأمريكية متواصلة، وهناك تقدير كبير من الجانب الأمريكي لكل الجهد الذي تقوم به مصر، وأيضا بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع قطر، ونأمل أن تكون هناك جدية من الطرف الإسرائيلي، لأن كل الأمر يتعلق به، يتعلق بما إذا كانت هناك إرادة سياسية لديه للتوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري للعدوان والأعمال القتل الممنهج للمدنيين في غزة وأيضا في الضفة الغربية وأيضا في لبنان. فبالتالي نأمل أن تثمر الجهود الجارية حاليا عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يسهم في النفاذ غير المحدود للمساعدات، لأن الوضع الإنساني كارثي في كل قطاع غزة، لا يوجد مكان واحد آمن، لا يوجد أيضا غذاء، هناك استخدام ممنهج للتجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح لفرض شروط على الأرض، وهذا أمر يتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ولا يمكن القبول به. لا يمكن ونحن في القرن 21 أن نقبل سياسة تجويع لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. لا يمكن القبول في أي عالم متحضر، في أي عالم يحترم أبسط حقوق الإنسان،
أن نقبل ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث أيضا في شمال قطاع غزة من سياسة ممنهجة للتهجير لجعل الحياة مستحيلة على الأرض سواء في غزة أو في الضفة الغربية لإجبار هؤلاء المدنيين العزل للنزوح عن ترابهم الوطني عن ديارهم. هذا أمر لن نقبل به على الإطلاق. فالجهد مستمر بطبيعة الحال ونأمل في خفض عملية التصعيد في المنطقة حتى نركز على الأس ولب القضية في المنطقة وهي بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. أكدنا ونؤكد مرارا أنه بدون وقف إطلاق النار ووقف القتل اليوم في قطاع غزة لن يكون هناك سلام ولا أمن في المنطقة، وأن خفض التصعيد في المنطقة مرتبط ارتباط وثيق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا هو ما تم تناوله، ونأمل أن تسفر الجهود المخلصة الحالية التي نبذلها مع أشقائنا في قطر ومع الولايات المتحدة في أن يكون لها صدى وأن يكون هناك إرادة سياسية من الطرف الإسرائيلي وأن تكون هناك جدية تمكننا من وضع حد لهذه الكارثة وهذه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بل وفي المنطقة بأسرها. سؤال ثاني، أستاذ أحمد مهران، سكاي نيوز. سؤالي لمعالي الوزير الخارجية الأوكراني يتعلق بصيغة السلام التي وضعها أوكرانيا مؤخرا تحت عنوان خطة النصر. أولا، إلى أي مدى تعول أوكرانيا على مواقف دول المنطقة في تسويق هذه الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطة حتى الآن ربما لم تحظى بإجماع داخل الاتحاد الأوروبي؟ والشق الثاني من السؤال يتعلق ب إلى أي مدى يمكن أن تستفيد دول المنطقة من هذه الخطة إن نجحت أوكرانيا في تمريرها؟ وأتحدث هنا عن معضلة أمن الغذاء وأمن الطاقة، وهي المعضلتين اللتين تعاني منهما دول المنطقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. Thanks a lot for this question. First of all, I will start. سأبدأ بي. That Russia بأن روسيا started full-scale aggression. بدأت بعدوان موسع تسبب في أزمات عالمية، تسبب في أزمات على مستوى أمن الغذاء وأمن الطاقة والأمن بشكل عام. ولذلك فإن هذه الحرب في أوكرانيا ليست متعلقة فقط بأوكرانيا وحدها، بل أنها متعلقة باسترداد النظام العالمي بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فمن مصلحة العالم بأسره أن يوقف العدوان الروسي. بالعودة إلى الجزء الأول من سؤالك، فإن أوكرانيا، ربما أوكرانيا هي البلد الأكثر اهتماماً بالسلام على مستوى العالم، ولكن يجب أن يكون سلاماً شاملاً عادلاً ومستمراً. نحن نريد فقط غياب الحرب، نحن نريد فقط تجميد الصراع، ولا نريد أيضاً تعليق الحرب. لذلك فإن من المهم أن نحصل على دعم من بلدان أخرى، هو أمر مهم جدا بالنسبة إلينا ولا سيما من الجنوب العالمي، دول الجنوب العالمي. كما تعلمون فإن الرئيس زلنسكي قد بادر بصيغة سلام، وصيغة السلام تلك تقدم إجابات على كيفية تحقيق السلام العادل والشامل والمستمر لأوكرانيا. نعم بالفعل، فإن الرئيس زلنسكي قد شرح وفصل خطة النصر، وهنا أريد أن أوضح أننا لا نتحدث عن بديل لصيغة السلام أو لصيغة السلام، ولكننا نتحدث أيضا عن صك يمكن إنفاذه، كيف يمكن تسريع جهود السلام الخاصة بنا، كيف يمكن لنا أن نحقق السلام الشامل والعادل والطويل الأمد من أجل أوكرانيا. وبالطبع الدعم الذي نحظى به من دول أخرى، الدول قارة الأفريقية، هو أمر أساسي بالنسبة إلينا. عندما
عقدنا قمة السلام الأولى العالم، كان هنالك 13 دولة من أفريقيا دعمتنا وذلك في البيان الختامي. ومن المهم أيضا أن نقول أن هنالك مزيد من البلدان قد انضمت لكي تدعم منهجنا وإطارنا، بالإضافة إلى احترام السيادة والوحدة، وحدة الأراضي، واحترام القانون الدولي ومبادئه، بالإضافة إلى احترام ميثاق العام للأمم المتحدة. قد تم تقديم هذه الخطة إلى رئيس بايدن ومرشحين الرئاسيين في أمريكا، وقد تم أيضا تقديمها إلى أقرب حلفائنا في الاتحاد الأوروبي. وقد أجرى الرئيس زيلنسكي زيارة لكي يحضر المجلس الأوروبي، حيث قام بشكل شخصي بإطلاع زملائه بالتفصيل عن هذه الخطة، خطة النصر. لذلك نحن بحاجة إلى دعم عالمي، ونحن بحاجة إلى جهود عالمية، ونحتاج إلى مزيد من الفهم العالمي على كيفية تحقيق السلام، ومرة أخرى سلام عالمي وشامل وعادل وطويل الأمد. Another question, Mrs. Amr Sabri from the. مساء الخير يا فندم. سؤالي موجه لمعالي الوزير دكتور بدر. معالي الوزير، بتشهد منطقة الشرق الأوسط تهديدات ومخاطر غير مسبوقة ومتسارعة ومتلاحقة، ويمكن آخرها كان الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم. كيف ترون مخاطر هذه التهديدات والتصعيد الغير مسبوق على الأمن الإقليمي والدولي؟ وشكرا. شكرا جزيلا. كما ذكرت، مصر كدولة إقليمية رئيسية ومحورية، ليس فقط في إقليمها ولكن أيضا في محيطها العالمي، هي دولة محورية ومعنية بطبيعة الحال بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التصعيد مسألة شديدة الخطورة، ممكن أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة، ولا يستفيد ولا يكون هناك أي فائز من هذا هذه المخاطر. بالتأكيد احنا على اتصال مع كل الأطراف، ويمكن انت تابعتي لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الإيراني على هامش قمة كازان، وكان الهدف الأساسي هو العمل على خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. بالتأكيد احنا نسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد، وهذا لن يتأتى إلا بعدة سياسات محددة، أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية، ثانيا التوقف عن العدوان، والتوقف عن أعمال القتل كما ذكرت اليومية في قطاع غزة. وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو المحور، هو الأساس في التهدئة في المنطقة. وبالتأكيد كما ذكرت أيضا، وقف إطلاق النار في لبنان مسألة حيوية، بدون ذلك ستستمر مخاطر التصعيد في المنطقة، ولن تكون هناك دولة بمأمن عن مخاطر هذا التصعيد. كما ذكرنا وكررنا، لابد من الحل السياسي، لابد من الاستماع إلى صوت المنطق والعقل، لا يوجد أي حل عسكري. كما ذكرنا أن القوة العسكرية وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي طرف أيا كان في المنطقة، وبالتالي لابد من التفاوض، لابد من إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية. بدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة ولا لأي دولة بما في ذلك إسرائيل. شكرا. سؤال أخير بعد إذن حضرتك. أستاذ محمد مصطفى، وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم، تحياتي سيادة الوزير، وترحبنا بالوزير خارجية أوكرانيا. حضرتك أشارت، سؤالي الوزير الأوكراني طبعا، حضرتك أشارت لقمة سلام ثانية بشأن روسيا أو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هل هناك إمكانية أو ترون في أوكرانيا إمكانية لمشاركة روسيا في هذه القمة،
وارتباط ذلك بنتائج الانتخابات الأمريكية والفائز فيها وموعدها اللي هو في نوفمبر طبعا وكده. النقطة الثانية، يعني هناك من يرون أن وقف الحرب في الشرق الأوسط الدائرة دلوقتي واللي بتتسع رقعتها زي ما مصر حذرت مرارا، يعني بتتسع رقعتها في المنطقة رويدا رويدا، هناك من يرون بأن وقف هذه الحرب يرتبط بوقف الحرب في أوكرانيا في ضوء الدعم العسكري المتبادل لأطراف الصراع بالمنطقتين. إلى أي مدى تشاطرونهم ذلك الرأي، خصوصا أن الحديث عن استنزاف، حديث العملي بقى عن استنزاف حرب استنزاف دائرة هنا أو هناك أصبحت تمتد الآن لحرب استنزاف للعالم كله وربما للنظام العالمي بأسره. يعني مصطلح حرب الاستنزاف لم يعد مقتصرا على الطرفين المباشرين. فكنت عايز أعرف رأي حضرتك في هذا الموضوع. شكرا لك. نحن أولا يجب تحقيق السلام العادل للمنطقة بأسرها لجميع البلدان. لا يجب أن نتنافس أن تقول أن ولا يجب أن نضع العدوان الروسي مقابل ما يحدث في هذه المنطقة. لا يجب أن نتنافس فيما يتعلق بأعداد الضحايا. يجب تحقيق السلام، هذه هي الفكرة. لقد سألتني عن قمة السلام الثانية العالمية، نحن نعمل عليها ونحن نحاول أن نقرب موعد انعقاد هذه القمة الثانية للسلام العالمية. ولذلك فمن المهم أن نحظى بدعم دول مثل مصر، وهذا أمر مهم. ولذلك دعونا مصر للحضور في قمة السلام العالمية الثانية. دعينا أيضا ممثلين بالفعل عن الاتحاد الروسي لكي يحضروا قمة السلام العالمية الثانية. كما سألتني أيضا عن الانتخابات الأمريكية المستقبلية في الولايات المتحدة، لدينا دعم قوي من هنالك، لدينا دعم الشعب الأمريكي، ونحن على ثقة تامة بأن دعم أقرب حليف لنا ألا هو الولايات المتحدة في تحقيق السلام الشامل والعادل والطويل الأمد لأوكرانيا حتى بعد الانتخابات الأمريكية. Thank you so much.